وأشاد البابا توادرس الثاني بحالة الاستقرار والتنمية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية. السنوات السابقة الأربعة شهدت نوع من الاستقرار ونوع من البناء ونوع من التنمية ونوع من إعلاء المواطنة والمساواة لم يكن موجودا قبل هذه السنوات. طبعا زي ما حضرتك عارف أن الوطن دخل في موضوع الثورات وموضوع الشغب وموضوع المظاهرات، والوطن اتخرب في أماكن كثيرة واعتدي على أماكن كثيرة واستشهد أعداد كبيرة. كل ده خلى كل المصريين يبحثون عن الاستقرار.